سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم، إن أي نجاح أمني حققنا هو لأننا ولله الحمد نؤدي مهمتنا الأمنية في ظل حكم ملك عادل وشعب مخلص. وإذا كان رجال الشرطة يضحون براحتهم ساهرين في سبيل حفظ أمن البحرين وأهلها، فأنتم يا صاحب الجلالة العين الساهرة على أمننا جميعاً. ولقد تعلمنا من سيرتكم الوطنية يا سليل المجد والعلا أن التضحية من أجل البحرين، ولقد تعلمنا من سيرتكم الوطنية يا سليل المجد والعلا أن التضحية من أجل البحرين شريان حياة من الوريد إلى الوريد. وإننا في هذا اليوم التاريخي نجدد القسم ونعاهدكم على مواصلة العطاء وصون الأمانة لتبقى البحرين عزيزة شامخة بإذن الله. والله أسأل أن يحفظ جلالتكم قائداً وبانياً لنهضة مملكة البحرين، وأن يؤيدكم بالنصر والتمكين، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.